السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن كيفية تثبيت محاكي فونكس على الكمبيوتر وحل المشاكل اللي بتقابل الناس في تثبيته. أول حاجة لازم نتكلم عليها إيه هو محاكي فونكس. هو عبارة عن نظام أندرويد بيتثبت جنب نظام الويندوز، بحيث إن أنت تقدر تثبت برامج الأندرويد على الكمبيوتر بكل سهولة وتشغلها. وطبعا محاكي فونكس ده ليه إمكانيات معينة. طبعا لو انت الرامات بتاعتك 2 جيجا او اقل بلاش تسطبه، لانه هيخلي الجهاز تقيل او ممكن ما يشتغلش اصلا لو انت جهازك إمكانياته ضعيفة. الميزة في محاكي فونكس عن باقي البرامج المحاكي ان هو مساحته صغيرة جدا، وان هو بيتسطب جنب الويندوز مش بيتسطب مكانه. يعني ممكن تشغل الكمبيوتر يبقى متسطب عليه ويندوز واندرويد. يعني مثلا حبيت تشغل اندرويد تشغل في اي وقت، وحبيت تشغل ويندوز هتشغل في اي وقت. لينك تحميل المحاكي موجود تحت الفيديو. لما بنيجي نفتحه، انا منزله قبل كده عندي، انا مش هنا، هو بيبقى بالشكل ده. اول ما بنفتحه بيجيب لنا الشاشة دي. اول واحدة على الشمال هنا ان انت تثبته على طول تثبيت مباشر. اللي في النص دي ان انت تحط على فلاشة وتثبته زي ما بتثبت نسخة الويندوز. والتالتة دي على اليمين دي إلغاء التثبيت. يعني لو حبيت تلغي التثبيت بتاعه هتفتح الملف اللي انت منزله ده وهتدوس على ان انستول وهيتمسح بسهولة. التثبيت المباشر دي سهلة جدا، مش بتحتاج أي مجهود خالص. أول ما بتدوس عليها بيجيب لك الشاشة دي. هنا بتختار البارتيشن اللي أنت عايز تثبت عليه المحاكي. هو الأفضل إن هو يبقى في السي عشان ما يحصلش تداخل ملفات في البارتيشن التاني وتمسح حاجة بالغلط وتبوظه. هتختار البارتيشن اللي انت عايز تحطه فيه، وكمان ممكن تعمل له بارتيشن مخصوص ليه. لو عندك برامج تقسيم هارد هتاخد حتة مثلا من اي بارتيشن وتحطه جواه، يبقى ليه هو مخصوص عشان ما الملفات ما تخشش في بعض. بس خليها كده يعني عشان ما تكبرش الموضوع على نفسك. بعد كده الشاشة دي الشاشة اللي انت هتخصص المساحة للمحاكي. زي مثلا التليفون بيبقى ليه مساحة جواه، انت هتختار هنا المساحة للمحاكي 4 او 8 او 16 او 32. وطبعا على حسب المساحة الموجودة في السي، المساحة الفاضية اللي موجودة في السي عندك او في البارتيشن اللي انت هتثبت فيه. هنختار مثلا 4. هنا هيقعد من حوالي 2 لـ5 دقايق على بال ما يخصص المساحة. وطبعا كل ما المساحة بتزيد الوقت بيزيد. الـ4 بتقعد حوالي 5 دقايق، والـ8 حوالي 10 دقايق، والـ16 حوالي 17 دقيقة مثلا. وطبعا يعني الـ32 تاخد حوالي نص ساعة. والمحاكي ده بيخليك تثبت اي برنامج اندرويد موجود على جوجل بلاي، وكمان بيبقى الاستخدام اسهل طبعا، لان انت هنا على الكمبيوتر الماوس والكيبورد بيبقوا متعرفين على البرنامج، فبيبقى سهل التعامل معاه. وممكن تثبت برنامج شير ات عليه برضه على الجهاز، وتبعت وتستقبل البرامج والصور والملفات من على موبايلك بكل سهولة. كده البرنامج خلص تسطيب. وبعد ما تخلص تسطيب على طول هو بيقول لك عايز تشغله دلوقتي ولا بعدين. لو انت عايز تشغله دلوقتي هتدوس ريستارت ناو، لو مش عايز تعمله دلوقتي هتدوس نوت ناو وتكمل شغلك عادي على الويندوز.
وبعد ما تخلص هتدوس على هنا، تفتح الملف ده، ده شورت كات بيتحط تلقائي من نفسه البرنامج بيحطه لك. هتشغل المحاكي وهتعرفه زي ما بتعمل التليفون بالظبط، كأنك لسه جايب تليفون جديد. بتدخل اللغة اللي انت عايز تشتغل عليها وكده. اول ما بتفتحه بيجيب لك ديسك توب عادي زي الكمبيوتر، وبيبقى موجود جوجل بلاي وموجود متصفح، وانت طبعا بقى تتعامل معاه وتنزل الحاجات بتاعتك من جوجل بلاي، وتفتح المتصفح عادي وتنزل كل حاجة عادي كأنه تليفون بالظبط. ولو في حاجة وقفت معاك هتنزل كومنت في تحت الفيديو، او هتبعته على رسائل الصفحة على الفيسبوك، اللينك بتاعها هيبقى موجود تحت الفيديو.